حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الرياض دكتور علي العنزي، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود. أهلا بك في نشرة الأخبار دكتور، ولو تحدثنا بداية عن دور الأمير الراحل في نهضة وتطور بلاده الكويت. شكرا على الاستضافة. أهلا بك. وتحية للمشاهدين الكرام وعزاؤنا، كل العزاء لأهلنا في الكويت وللشعب الشعوب الخليج ولقادة الخليج على رحيل الشيخ نواف الأحمد الصباح. بدون شك كما سلط تقريركم على نهضة الكويت وعلى دور الشيخ نواف الأحمد في نهضة الكويت، هو دور بارز، لأن رحمه الله عندما أصبح محافظا لحولي في بداية الستينات هو واكب نهضة الكويت منذ البداية كمحافظ لحولي، ومن ثم أيضا وزيرا للداخلية وتبوأ وزارة الدفاع أيضا وعدد من المناصب، إلى أن أصبح وليا للعهد لمدة أكثر من 14 عاما، وهو يساند شقيقه الأمير صباح الأحمد الصباح، ووضع المنظومة الأمنية، يعني كان له بصمات في وضع المنظومة الأمنية وعلاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. لا شك شخصية الراحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح شخصية يعني لها كثير من السمات التي جعلت من هذه الشخصية محطة إعجاب سواء في المجتمع المحلي في الكويت وفي المجتمع الخليجي والعربي والإسلامي وحتى على المستوى الدولي. هو رجل يتسم بالأفعال ويقرن الأقوال بالأفعال، وكان له دور كبير عندما احتلت الكويت وأعاد تنظيم وزارة الدفاع وزارة الداخلية، وهو دور ليس بالسهل في تلك المرحلة، ولذلك أنا أعتقد هذا يعني دوره بارز في نهضة الكويت وتنميتها، لأنه واكبها منذ الشيخ صباح عبد الله السالم إلى صباح السالم الصباح، ومن ثم الشيخ جابر الأحمد، ومن ثم الشيخ صباح الأحمد، إلى أن أصبح أميرا، رغم أن فترته في الأمارة يعني كانت قصيرة حوالي 3 سنوات، ولكن كان له دور بارز في تكملة المسيرة وإرساء قواعد علاقة الكويت مع أشقائها ومع أصدقائها. دكتور علي أعذرني على المقاطعة، هذا يقودنا الدولي. للسؤال، يعني لو ربطنا السمات الشخصية التي تحدثت عنها للأمير الراحل مع ما يستند إليه من أسرة الحكم في دولة الكويت، هذا المزيج الذي خرج بشخصية الأمير الراحل، كيف ساهم في استمرار ومضي دور الكويت في دعم القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز علاقاتها أيضا؟ صحيح، هو ساهم، يعني رجل مقبول من كل الجهات، كما هي الكويت يعني دورها البارز في ذلك الوقت من خلال قيادتها السياسية، قيادة هذه الأسرة، ومثل ما ذكرت لك يعني سمات الشيخ نواف الأحمد حتى على المستوى الداخلي أطلق عليه أمير العفو، الأمير الزاهد، الشيخ الزاهد، كل هذه الألقاب التي أطلقت عليه في ذلك الوقت وحتى الآن، لذلك هو فقدانه ليس بالأمر السهل، لكنه ترك إرث يعني كبير جدا سواء على مستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. هذا الإرث البركة بمن في الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي خلفه في الأمارة، وستستمر الكويت في دورها، ولذلك نجد أن دور الشيخ نواف الأحمد الصباح في تقريب وجهات النظر سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي كان له دور بارز، والكويت نحن نعرف دورها على المستوى العربي، دورها في القضية الفلسطينية، دورها في حل الخلافات بين الأشقاء، ودورها على المنظومة العالمية، ويكفي الكويت يعني دائما أنها عامل توازن بين في المنطقة وعامل توازن أيضا في المنظومة العربية، يعني هي وهذا الدور يعني معروف ومحفوظ لدولة الكويت منذ عقود. من الرياض دكتور علي العنزي أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.